بويز انا منفجع. بويز حالي شوي انت رجاج صاعد كرتو عاونتو قويتو قبل صقنيتو فوت الترواجور مما دخلت في كتميل عدت الريفيو فيديو هاك شافو شي 20,000 قلت لهم زي شو 20,000 مشو كاملين قيسو شو رقنيتو كتبولو على انكم جايين من طرف كتيب دريم ماسك وعلى انكم اللي تدعموا هذه الاغنيه ودعموا هو الاغنيه نجحت نجاح ساحق ماحق فاسق اصلا تدخلوا في ميساجات الدنيا فر كتيبه ماسك من طرف ماسك كتيبه ماسك وما لمن يانا قلت لهم قولوا ذي كلمه كتيبه انا قاعد نقولهم جايين من طرف دريم ماسك مثلا انت هنا تشا دعمتك انا مفروض تقولي جزاك الله خيرا. طيب لا تقولي جزاك الله خيرا، لا تعبرني، تقوم وتسرق كلمتي اللي نقول انا للجماهير. انا ما بقي نقول فانز لاني انا ما نبقي كلمه مشهور وفانز سميتهم كتيبة ماسك. تجي انت تسرق الكلمه على الجاهز، انا هو المخترقها وانا هو اللي طلصتها على جماهيري، تسرقها يا سريرك. فعلا المثل يقول لك خيرا تعمل شرا تلقى. سريرجي وقح سريرجي راولكم صاحبي ده شاء الله خلاقوا تعدوا ما يضيقوا وروحوا رياضية لأنه سريرجي وما يقدروا سريرجي وروحوا ما رياضية تحملنا في ذي رياكت تحملنا عاد يقول فانزات وكتيبة هادي أسلو برضو الجملة تمشي كتيبة ريم ماسك عاد يقول له هادي أسلو كتيبة ريم ماسك تمشي معروفة أنا هو المخترعها وأنا هو اللي تخممت فيها وعصرت دماغي لين كتبت الجملة وشاعت بموريدان فرد كتيبة ريم ماسك يجي هادي يقول له كتيبة هادي أسلو هادي أسلو ندعم ويسرق كلمتي الله أنا بدور رياكت وصاخ ليقك لا لا جي واقع معك يلا نبدأ عدلوا لايك وكبان وفانزات هاجي اللي يقولكم كتيبة انت اللي يقولكم كتيبة قولوا له انقراص ماذا هو يا سريرجي وقولوا له يا سريرجي نقولكم لاش تقولوا له يا سريرجي قولوا له ما سجانا نقولوا لك يا سريرجي سريرجي حمر سريرجي قلبه يعصر دماغي واخذ اسم يا اخي انا سميتهم كتيبة دي الكتيبة بعدين ما تشاك على نسهل نجيب اسم هكذا يا اخي انا مخترعه انا عصر دماغي انا قعدت ايام وسنين ودهور وزمن ذو برهة من الزمن قعدت وجبت كلمة الكتيبة تعب شوي وقعد واخذ كلمة قول الكوماندوز قول المجرمين قول الاعصار قول سمي اي شيء اخي فصل مع الكتيبة سريرجي حد يجرب دمه ذا النوع اكيد كان يبيع الريش ويسرق الحديد مزارع صغيره نعرف ذا النوع يلا نبداو مع قنيت هادي هادي اسلو جديد ان شاء الله بالعيد صرت قد نكرهك في سرقة الاسم فر شي على موريتانيا نكسر لا جو اقمع هي المطيورة هاري اسلو هي المطيورة ما هي بالصورة هي المطيورة جيتي في بالي يوم زين الدخلة زين حد ما جيتي في بالي يوم انك سريرجي ماسك استر راجل ما استر راس وسرق كلمتي القيل الكتل حتى على انه الشكر ما شكرني على موته على اني دعمته في بداياته ناس توكل وتنكر كلمتي ولا مرة معك على بابي هون هذي حرة جيتي في بالي اليوم يعدل اكيد حواشبه هذه حرة نوبري أنا أول مرة شو سرير تعود في سماهم لتصل تعرف هذيك اللي هون في هو ما جيت في بالي يوم ولا مرة معك على بابي هون هذه حرة هي طرق أخلاقي وأنا ما بي نعطيها كلمة هي طرق أخلاقي وأنا ما بي نعطيها كلمة باي ذا واي شباب رفرين زين ويقولوا له رفرين مالو زين زين رفرين زين اللي كان هو سلك مسرقه ود رفري والمغني زيني تزود الاتفاقي وانا ما بي انا داخل ظلمة هي طرق اخلاقي وانا ما بي نعطيها كلمه تزود الاتفاقي وتي في المشروع ستوب فيديو كليب قديل برنا لي صب كذا انا قلت ستوب والله دي نقوم نسرق دي الكاميرا وانا ما بي انا داخل ظلمة هي المطيورة ما هي بذي الصورة هي المطيورة دي المرة مانك منصورة يعني
عليك منصورة. شباب الغنية لا بركة جاء الغنية لا بأس بها، لا بأس بها قد النظر على أنه هو صرك كلمتي أنا الكاتب اللي نقول المتابعين وعاد يقول المتابعين، بس غنيته لا بأس بها. شباب قو تحت طوق اقتراحات يقولهم متابعين وما أور كاتب لأنه جاي يبقي يصرك شي جاز فهم، ما يبقي يعدل شي من دماغه شي أبدا. هي المطيورة ما هي بذي الصورة، هي المطيورة دي المرة مالك منصورة تل غدار تي تي يلعبوا بلاي في فيديو كله وطرح بالك دوري سرق ماني تضر سرق كلمتي المفضلة تل اختار تي تي لا تلوميني نو نو ضحكت فناني عدى الفيديو كليب نو ضحكت ترقى جاي أسرق كاميرة المخرج ميبي يس ميبي نو تقدر نعد رد شفتوا مصور بع صوت وصورة ألقف تليفون راجل رد يا سريرك تي كيش يعرف لأنه سريرك قالوا يا فصل مع تليفون طبع بالك المواجه فصل مع تليفون اللي تلطم سرق جملتي سريرك تلوميني تل جالتي انت دايما تعانجيني ذا فيديو باسكي عد الريفيو على قنية هادي أسلو نو باسكي سرق هادي أسلو وي وانا نسامح ونعدي بقيت انا ماني مسامح ولاني معدي رد لي اسمي اللي سرقت انا اول شيعت وكبرت وقبلت انت جاهز وانا اول شيعتك انت وكبرتك من اول قنية لا انت افورت انت دعمت اوكي غير ما كبرت ولا شيعت وشع واحد لانه صراحة قنا زين وانا عايش من دونك والله عايش من دونك وانا نعرف ذاك البيك طيتك ياسر من وقتي المطيور شو شباب قول تحت قولوا لي ذي الثام المعدل هو الثام من حليلكم الثام من برضو ما هو الثام السريرقية واحد من ماشي يسرق يخبط لك الثام كونسا ماسك انت دعمته قير كرهته فعشته ما هي بذي الصورة ما جيتي في بالي يوم ولا مرة معك على بابي هون هذي حرة يلمو شو يقول هذي حرة حرة بقى انت فوت تفتر وتكرد رواية وتكبرها من الزيرو للناس الفوق ما دعمك حد ما صحبت ولا واحد من المشاهير وحدك واقف على كرعيك بس ادخل السوشيال ميديا وتكبر براسك ومصطلحات اللي تقول يجي واحد يسرقه تعرفت على انها حرة دعمته سرقني قدرني قبل سكايب قبل دي الجملة قلني ماسك عقادة الراجل مازال شوي ما جيتي في بالي يوم ولا مرة معك على بابي هون هذي حرة هي تروق أخلاقي وأنا ما بي نعطيها كلمة بغض النظر على إنه هو سرق كلمتي قنيته زينة قنيته زينة ونحن ما ركزنا فيها ليش؟ لأن ماسك ما جاي عدى ريفيو ماسك جاي سرق الراجل سرق اسمي سرق اسمي شباب جروا راسكم بلي راجل سرق اسمي يقير أنا قنيته ديجا صنيت له وجاي نعدل عليه ريفيو قدامكم وأنا ديجا صنيت له أغنية ما شاء الله عيد ونقيمها لكم في نهاية الفيديو بما أن الفيديو ريفيو وتصريق ماسك للراجل وي صح لا هذه ما هو اللي هي لا هذه ما لي ينفع هو صاحبي ومعي على واتساب ومعي في سناب ما لي ينفع هو ما هو فاشينيستا ولا هو مراي كان وينفع ويعرف على اني ما لي عقد الافتتاح ولا يعرف على انه اللي روح تعود رياضيه والله اشتابع له دونك ما لي ينفع بالعكس هذا نعرفه انا ولا هو مرا اللي كان العليات هما اللي تفتح في واحده منهم الدل يضرهم رجال قط راجل فقع بيه فتحه والله بيش يسوى شنو جو الله شفتكم انا وكد دماغ السريرك وصغلقك انت رجل وسريرك تلود الاتفاقي وانا ما بي انا داخل ظلمة هي تروق اخلاقي وانا ما بي نعطيها كلمة تلود الاتفاقي وانا ما بي انا داخل ظلمة هي المطيورة ما هي بذي الصورة هي المطيورة ذي المرة مالك منصورة هي المطيورة ما هي بذي الصورة هي المطيورة ذي المرة مالك منصورة هي تروق أخلاقي وانا ما بي نعطيها كلمة وبس الأغنية وفات الأغنية أنا قيمها هو كإنسان إنسان أمين ما يقبلش مولو انا قيمو ديه سرجيس لانه فعلا يقبلش مولو قبال اسمي ولا طلبني لاذن حتى على اني اللي دعمته ما جا قال لي شكرا ماسك ما جا قال هذا تلف اللي عن طريق صاحبي الاخر مشهور تم وجهه كامل ذاك اللي حلق وحده كارفور اميره
قال لي على انه يدور واتسابي، طلع لي على واتساب، تكلمت انا وبزنس شوي وذا الشيء، طلب مني روايه نعدلها له وعدلتها له عندي نو حلقته فيها صراحه، طلب مني قايه وحلقته فيها وي، طلب مني نعدل له ريفيو على قنيه جديده له وقمت انا وحلقته صح صح، قرعني عوضته وعدلت له ريفيو عليه، صحيح اني سرقته قرب نفس الوقت عدلت له ريفيو عليه القنيه. فهذه برو حاجه لك حلقه عدت لك فيك القنيه الماضيه، ما اعرف كان دولار ولا ما نعرف، مهم راني عوضتها بدي القنيه. يلا شكرني شكرني وطلعني ستوري وبارطاجيني في سناب، خي بارطاجيتك في يوتيوب وعدتك ريفيو، بارطاجيني في سناب وعدل لي الدنيا كامله سرير. بغض النظر عندي شوق على سمعته كامله ياسر مشي، انا جوا غف خويا عادي اذا ما في شيء. القنيه انا قيمها 6 ويت سيرجيس، من 6 سيرجيس لويت سيرجيس، اخترتم واحده منهم وكتبوا لي تحت في الكومنتات والله قولوا لي انتم تقيموا القنيه كم ديه والله قولوا تبقوا تقولوا فاهم عادي بابا طز، قولوا تبقوا تقولوا، عدلوا تبقوا تعدلوا، شقروا تبقوا تشقروا، كلمه الوراني يزرقوا ما قايل لكم حد محمود، انتم كتبتي انا انتم ماكم كيف كتبته كتبته هو وحده حس حلقناهم فاهم، دوك الخانونه وقاسوا هو نحا حلقناهم نحا وحدنا، والراجل يطلع على الساحه عدل علي ديستراك، خليني ما نعقدك انت نعقد طوطوط رسحان عنقولها فاهم توترينجر طوطوط في مونتاج. لا بالعكس بالعكس اخويا صاحبي اللي عنده مشكله قلت نطلع ونجوق معاه شوي فاهم، كوم حميهم قالوا حميهم قالوا حميهم نلعب به لعب ما تعرفوا ماسك انت، فما بالك تسرق علي كلمه يساوت. عدل لي لايك للفيديو، لايك مو كومس لايك كومس، عدل لي لايك للفيديو واشترك في القناه لا تجديد علينا، وكومنت كومنت شدي عن القنية عن سريرقي عن ايش يسوي شنو، ويلا باي باي يا الناس الطاهرة الشريفة العفيفة اللي ما تسرق ولا تقبل شمولها، باي باي بيساو.